مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم بالتواصل معكم في لقائنا اللي كيجمعنا حتى الوحدة بأفكار وباقتراحات متنوعة اللي كنتمنى أن تنال إعجابكم ورضاكم. كنرحب بكل اقتراحاتكم مستمعينا الكرام، وسعيدة بلقياكم بالتواصل معكم. شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغداء، طريق السلامة لكل من هو على طريق، وتحية خالصة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما وجدتم. حنا مازالين مع بعضنا ومستمرين مع بعضنا بلا حدود الساعة الواحدة، واليوم كالعادة ككل يوم خميس غيكون حاضر معنا خبير الديكور سامي دانان للإجابة على كل أسئلتكم مستمعين الكرام فيما يخص الديكور الداخلي للبيت ديالكم. فأنا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وتحياتي الكبيرة والخالصة لكم. حنا مازالين مع بعضنا، وأكيد تكون فرصة باش نطرحوا أسئلتكم سواء اللي كنستقبلوا عبر الهاتف أو على اللي كنتوصلوا عليها عبر يعني الاس ام اس أو عبر صفحة رسمية البرنامج ليا سيدتي سادتي. فتحياتي لكم مستمعينا الكرام، في انتظار أنه يلتحق بنا ضيفنا بطبيعة الحال سامي دانان للإجابة على كل أسئلتكم. وأيضا نقترح عليكم مجموعة من الاقتراحات، غادي نمشيو ونتوقفوا مع اقتراح غنائي وراجعين لكم، بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال موصين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي. سعداء بلقيكم التواصل معكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وبشرفنا وحضر معنا بطبيعة الحال كالعادة خبير في الديكور سامي دانان الإجابة على كل أسئلتكم. مرحبا بك سامي. شكرا. اش خبارك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. مستعد نمشي ناخذ مكالمه المستمعين؟ مرحبا. مرحبا. اذا ارقام الهاتفيه مستمعينا الكرام مفتوحه لكم 0522 46 72 50 او 51 او 52. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم مدام اوديخ لفراغ وصفتوا السؤال ديالكم 50 80 ثمن الرساله السادية الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم التواصل معنا عبر الفيسبوك وصفحه رسميه البرنامج اللي هي سيدتي سادتي. فاهلا وسهلا ومرحبا بكل اسئلتكم وبكل مكالماتكم مستمعينا، وتحية خالصة لكل أوفياءنا الكرام اللي كيتابعونا بطبيعة الحال في هذا اللقاء المباشر حتى الوحدة. نبدأ على بركة الله أسئلتكم مستمعينا. كان أول سؤال سامي كيقول: سلام أختي سكينة، أنا يلا صلحت الدار ديالي، غير هو بقى عندي مشكل في الزليج ديال الدار كاملة، ولا عندي واحد الضبابة على الوجه ديالو ما خليت ما درت له، وجربت حتى ديال حتى الماء ديال الزليج والو، عافاك شنو ندير ليه؟ هذا ربما داك الزليج اللي كيولي فحال اللي هو داير فحال باركي. وي هذا نورمالمون كيف ما المشكل اللي كيوقع فيه بزاف ديال الناس، سورتو الزليج ديال الارضيه ديال الارض، ملي كيتصوب يعني كيخدموا فوق منه المعلمين، كيخدم فوق منه الباس، وكيبقاو دوك التراكمات اللي كيكونوا ديال السيما وديال هما اللي كيعطيو هذا المشكل هذا. هو في الاصل الزليج راه كيجي مات زعما، ما كيجيش بغيه. دابا السيده انا هي ما كتهضرش على انه مات، مي بقات لها واحد البيوضيه كتبقى فوق من الكغلاج. هذه نورمالمون شرنا لها في عديد ديال الحلقات باش الناس يردوا البال، يعني ملي تصوب الارضيه سورتو الا كانت زليج، يعني اي معلم كان غادي يخدم يعني في الاخر النهار ديالو يعني خصو ينطوي هذاك الكغلاج. انا كنهضر بالخصوص على الزليج ديال الارضيه، هو اللي كنقولوا كيكون في هاد المشاكل هادو. بالنسبه للسيده يعني كاين برودوي هو ديترجون اللي نورمالمون ما كنصحوش به، مي في بحال هاد الحالات هادي ممكن انه تستعملوا مره واحده حتى يحيد لها هاد المشكل اللي كاين. مي الا بقات كتستعملوا بزاف كيف ما كنعرفوا راه ديك داك لي ماي وديك لاكوش الفوقاني ديال الكغلاج كياكلها لنا، يعني ما كتبقاش، كيولي مشكل ان حتى لاسبي ديال الزليج ما كيبقاش هو هذاك، وكيكون كيولي مشكل انه دغيا كيتوسخ. يعني ممكن انا تستعملوا، ولكن تستعملوا مره واحده. نعم. هنا واحد السؤال ديال ام انس كتقول: السلام عليكم، بغيت نصائح شملو ندير الطابيات والخاميه، كيظهر لي هذه جلسه صحراويه يعني على الارض. فهي كتقول شنو تقدر دير في لي طابي ودير في الريدويز. اللي فهمت حيت كيبان لي الزربيه تما، هي السيده بغات تهضر على بحال الحيفات. يعني اش قالت لي طابي؟ قالت طابي ربما هي جلسه صحراويه كتكون محذوره، هذيك الحذوره اللي هي كتهضر على دوك الحيفات اللي غادا دير، باسكو كيبان لي هنا في لافوتو كاين الزربيه، كاين الطابي، وكاينين لي كوسان. من الافضل انها دير الارضيه ديال الثوب
اللي عندها كتبان لي من هنا تقريبا دوغي بيج، هي اللي تكون في الريدو وهي اللي تكون في الحيفات. اذا الدوغي هو اللي دار في الحيفات ديال الجلوس وفي الريدو. ياس مرحبا. ناخذوا معنا مكالمه. معنا هناء من قنيطره. مرحبا بك لالا. مرحبا بلالا هناء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا بزاف اختي، الله يجازيك بخير. مرحبا بك لالا. سامي دلال، الله يجازيكم بخير وشكرا بزاف على هذه الاذاعه، الله يحفظكم ويجزيكم. مرحبا لالا، الله يطول عمرك. شحال وانا كنت نحاول واليوم عاد كتب لي، اللهم لك الحمد. اهلا وسهلا، تفضلي. الله يطول لك العمر. بغيت غير نسول، انا ماشي على الدار، مي انا عندي كراج هذا بغيت نحلو ان شاء الله يا ربي، وندير فيه الملابس ديال العيالات ان شاء الله. وكل واحد كيعطيني اراء مختلفه، ما عرفتش هو حاليا مصبغ في البيض. هنا هنا للاسف انقطع الخط، يعني ربما بغات تعاود تهيئ المحل ديال ديالها باش تستعملو كمحل بيع الملابس. دابا نعطيوها يعني فكره، يعني تقريبا شنو ممكن انها دير. نعطيو الاساسيات اللي خصهم يكونوا. اول حاجه يعني في الاصلاح، اذا كانت غادي تصلح، من الافضل انه يكون ان فو بلافون باش نقدروا نديروا فيه لي سبوت ديالنا او لي بانيل، باش كيعطيو داك الضو ابيض، كيعطيو واحد الضو مزيان بحال بحال لا لوميير دو جور. ممكن انها تدوز فيها الكابلاج ديال لا سونوريزاسيون، اللي باغا دير دي لي باف، كاين اللي كيبغي يدير لي باف، يعني في لي باف اللي كيكونوا في الفو بلافون. ممكن انها بالنسبه للحيوط، يعني تقدر انها ما تصبغش. كاين دابا كيتباع واحد لابياجون بوا اللي هو كيركبوا فيه لي ستاجير، سي براتيك وكيعطي واحد المنظر مزيان في المحل. ممكن انك نابيو به الحيوط كاملين، وكيجيو دي زيتاجير على حسب لي فورم اللي بغينا وفلاوتر اللي بغينا، يعني لسباس اللي بغينا نخليو ما بين ايتاجير وايتاجير. هما كيدخلوا كيكونوا كيتركبوا ديريكتومون في هاد لابياج هذا، كيكونوا في واحد لي غاي فين كيدخلوا. يعني مثلا ممكن انها تحط دي زارتيكل اليوم، غدا غتبغي تحط دي زارتيكل اللي كبر منهم، خص لي سباس ما بين ايتاجير وايتاجير يكون كبير. اون فوا كتخوي ليطاجير كتحيدها من بلاصه وتعاود تحطها بلاصه اخرى، ما كتبقاش لا تراس كيما كنقولوا ديال التقابي، او لا كيبقى ديما المحل مزيان، وحتى في المنظر ديالو كيكون مزيان. ثاني حاجه اللي هي الارضيه، يعني الارضيه من الافضل انها تكون يا اما كارلاج او لا تكون بالرخام. كاين في بعض الحالات اللي ممكن اننا كنديروا الباركي، مي من الافضل انه يكون كارلاج او يكون رخام كان افضل. نعم. ونمشيو للرباط، ناخذوا معنا حنان. مرحبا بك لالا حنان. الله يبارك فيك لالا. انا وسهلا، تفضلي. بارك الله فيك. الله يطول عمرك، تفضلي لالا معنا على المباشر. السؤال ديالي هو الله يجازيكم بخير، بغيت نبدا الصباغه ان شاء الله، وحيره بالنسبه للون ديال الصالون، وعندي اون باس معاه واحد الكليسه، وعندي الكولوار، وحيره ما بين الالوان اللي خاصني ندير. ممكن نذكر الاسم ديال الصباغه اللي لا ما نذكروش الماركات ولكن كنظن بانها غتكون صباغه ديكوراتيف. داكشي اللي كاين حبيبه ديالي. الصباغه اللي موجه ولا اللي كتجي على شكل اللي كتجي بحال بابي بان، ولا اللي كتجي على شكل غنقولوا بحال دي طاش، طاش من فوق طاش. لا هذه ما فيهاش لي طاش وما موجاتش، وفيها واحد لابغيونس. داكوغ، عرفتيها سامي. بالنسبه للنوع ديال الصباغه، يعني ما كيهمش، كيبقى غير الالوان. احنا ديما كنشيروا، يعني من الافضل ان الصالون لو صالون ماروكان مع الدخله ديال الدار مع لونطخي الا كانوا محلولين، يعني يمشيو كلهم بصباغه بوحده بلون واحد. ومن الافضل انه الا بقينا في لي كولور ستاندار، يعني في البلون، بلون كاسي بيج يكون كلير، كيكون افضل. علاش؟ ما كيكونش عندنا مشكل في اختيار ديال 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 التفريشه او لا لي زاكسسوار اللي غنحطوا، ما كيكونش عندنا مشكل نهائيا. يعني هذه النصيحه اللي نعطي السيده. كاين بزاف ديال الناس اللي كيصبغوا بالالوان، مثلا كيديروا السومو او لا كيديروا كاين ميم كاين اللي كيدير البوردو، كيديروا الموف، هادو الوان اللي بالنسبه للصالون او للدخله ديال الدار اولا كتظلم، ثانيا كنبقاو ليميتي في لو شوا ديالنا، ديال كنبقاو محدودين في الاختيارات ديالنا اللي غنديروا ديال الفراش، كنكونوا محدودين. ثالث حاجه هو ان بالنسبه كما قلت لك في الاول، يعني كي كي
كيظلموا وليسباس بحال لا كيصغر واحد شويه. يعني وكي ثالث حاجه هي انهم كنقولوا كيتملوا، يعني ملي كيكونوا دوك لي كولور سورتو في لا ريسيبسيون في الدخله او لا في الصالون دغيا كنملوهم. يعني من الافضل اننا نبقاو في لي كولور كلير ولي كولور ستاندار اللي ممكن اننا نفرشوا باي حاجه. نعم. هاد المره نمشيو لسلا معنا لالا نعيمه. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفاش اخبارك هانيه؟ الحمد لله لالا، الله يطول لي عمرك. تسد لي مرحبا. شكرا على هذا البرنامج سيد. بارك الله فيك لالا، الله يطول لي عمرك. الله يدوم بالخير. امين. تسد لي. سي بغيت نسولك واحد السؤال. اييه مرحبا. نسول داخل المصنع مزيان، بغيت نسول عندي واحد كوزينه داخل فيها البلاكار، داخل فيها هذاك الحيط. بغيت نحيدو ولا نخليه هذاك سميتو كوزينه داخل فيها حيط؟ ما فهمناش مزيان. مازال ما فهمناش السؤال بالضبط. لا هذا سميتو بحال الباركو، بحال الباركو كاين حيط ما بيناتها كوزينه والباركو. يعني انت بغيتي تزيدي البالكون في الكوزينه؟ اه واش نزيدو ونخليه هكاك المنظر غادي يجي مزيان ولا لا؟ إلا كان عندك يعني الكوزينه كانت صغيره بزاف وكان ضروري يعني من الافضل انك تزيديها، غير البالكون يعني خصو يتسد، غدير له الالومنيوم وغادي يتسد. إلا كانت المساحه كافيه ديال الكوزينه من الافضل ان البالكون كيبقى، يعني ممكن انك نديرو فيه الشوفو، ممكن انك تبقى فيه البوطا، ممكن كنديرو فيه شحال من حاجه. المسافه نعم عندي الثلاجه كبيره. اه عندي فران وفرن، ما بين فرن وفرن. إذا كانت المساحة عندك ديال الكوزينة صغيرة شوية، يعني هو الأفضل أنك تزيدي هذاك البالكون تدخله. نعم. إذا غيكون أحسن أنها بطبيعة الحال من الأفضل. لا حتى الكوزينة كتوسع وكتولي كتستغلي ذاك البالكون. هو البالكون كيبقى أفضل إلي خليناه، ولكن في حالة ما إذا كان عندنا يعني ليسباس كافينا، في الحالة اللي كندخلوه يعني كنحيدوا البالكون كيتأنيولا، إذا كانت يعني كان في الضرورة. يعني كتكون لا كوزين صغيره بزاف وما كافيناش، في هذه الحاله اللي كتكون الضروره اننا نقدروا ندخلوا. نعم. نمشيو مكالمه اخرى، هذه المره من مدينه الدار البيضاء، معنا لاله فاطمه. مرحبا بك لاله. عليكم السلام اختي الكبيره. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. تفضلي. لاله فاطمه الا كان ممكن الله يخليك حيدي لو بارلور ولا بعدي على الراديو باش نسمعك مزيان، كاين صدى الصوت. تفضلي. مرحبا. تفضلي كنسمعوك. واخا صافي دابا ما كاينش. تفضلي. عندي واحد السؤال بغيت نسول سميده الله يرحمك الوالدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اخويا عندي واحد الصالون يلا صلحته وبغيت نفرشو مع سكان ديال الفراش، دابا عندي فيه بحال فيه 4×4 متر ولا 4 متر. وهو جا في الدخله دابا كنحل الباب ديال الزنقه تدخل فيه. اها الصالون. اها وفي الجنب الاخر عندي باب، كان باب ديال البالكو وكانت عندي الكوزينه حتى البالكو، حيدتها رجعت الكوزينه انا في بلاصه الدوش في الجهه الاخرى، وهو بحال ديك البلاصه درتها دوش ياك، فبقى لي النص بالكو ونص درت دوش تما، ولكن داك الباب اللي كنا كندخلوا منه من هذاك الصالون البالكو الكوزينه سديتو، هذاك عاد بحال اللي درت ليه الالومنيوم سديتو، ولكن فتحت في الوسط حداه واحد الباب اللي غندخلو منه للدوش والبالكو، تبع معايا؟ اها. وعدي الباب اللي عدي باب اخر من هذا الحيط اللي من هنا اللي تندخل به للبيوت والكوزينه لهذا الجي، فهمتي؟ اها. فهمتي دابا شحال عنده من باب في هذا الصالون؟ انا متبع معاك ياسير. كنحاولوا نصوروا لانه المعلومات كثيره. حيت هو الا كان في هذه الحالات ملي كيكونوا المعلومات كثيره كنفضلوا ان كانوا يكونوا الصور. صور احسن. المهم. دابا فهمتيني اللي قلت لك؟ لا لا انا فهمتك متبع معاك. دابا هذا هو المشكل عندي، دابا انا باش بغيت نفرش وما عرفتش كيف غندير ليه الفراش، ما عرفتش حيت عندي باب ديك الجي وما يمكنش لي كنفرش شي ضربيه ولا شي حاجه، حيت فروق على فروق عندي باب ديك الجي الخروج البارك والدوش، وعندي باب اخر اللي ندخل به البيت والكوزينه لهاد الجي ياك؟ اه. وهو والصالون فيه باب الزنقه تندخل فيه. تنحل الباب ديال الزنقه تندخل في الصالون، فهمتيني دابا؟ فهمتك. ايوا دابا ما عرفتش كي غنفرشو. هو اللي هاد الجي هاد الطواله اللي من هنا على الباب تاع الزنقه كاينه طواله وحده بغا ندير فيها جوج زادر.
وهاد الجهه الاخرى غادي يجيني في الداري، وهاد الجهه الاخرى غادي يجيني، ما عرفتش كي غندير ليه، رانا باقي ما فرستوش، شوف عرفت كي ندير ليه. شوف غتحط لنا التصاور ديال هاد الصالون، تحطوه لنا في الصفحه ديال سيداتي ساداتي، وان شاء الله الاسبوع الجاي راه غادي نجاوبوك باش نقدروا نشوفوا الصوره. نشوفوا الصوره وغادي نعطيك بالضبط شنو دير. انا غنصوروا ونصيفطوا لك. اه غتصوري تصوري الصالون وصيفط لنا على الصفحه الرسميه ديال البرنامج. نكتب فاطمه ولا شنو ندير؟ سيداتي لا عندك 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 باج فيسبوك ولا شي حد عندك في الدار عنده باج فيسبوك؟ عندي غير يدخل لصفحه سيداتي ساداتي، هي باينه الصفحه ديال سيداتي ديال البرنامج. غتلقاي فيها بزاف ديال لي بارطاج ديال المستمعين، وغتلقاي فيها بزاف ديال الصور. صيفطي في ميساج اولا صيفطيها في يعني كستاتيو وغادي نشوفوها. يستحسن انك تصيفطيها نهار الخميس مي كيكون دقيقة المواطنة، دقيقة لإلقاء الأضواء على السلوك ديالنا وتأثيره على بعضنا. كونوا في الموعد من الاثنين حتى الجمعة في 8 إلا ربع الصباح والخمسة وربع العشية. جمعية أفاق ميد غاديو وليا نصيب الوطني متعة وتضامن. لالا مولاتي كضرب لكم موعد يومي، فقرة كلها نصائح وحيل غادي تفيدك في المطبخ ديالك سيداتي، طرق تقليدية وأخرى عصرية للحفاظ على الأطعمة والمنتوجات الموسمية وتخزينها لمدة أطول. هادشي كامل في عينك ميزانك. فقرة جديدة برنامج لالا مولاتي برعاية كارفور. 80 قص والثقة تزيد. بك بوب، كي كيجيك الغيزو ديال انوي؟ حلو عشيري، هو اللي زوين فيه ماشي انت اللي كتقلب عليه، هو اللي كتقلب عليك. انا راه ديما تابعني هو الحبيبه. لا الريزو ديال انوي اتربي عليه الكبده. انوي معكم كل يوم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحنا دائما في استقبالكم بطبيعه الحال، ومعنا مختص في الديكور سامي دلن. غادي ناخذ معنا سؤال سامي كيقول صباحكم بروكس وكاين المختص سامي دلن، تحيه لكم مني والطاقم المرافق. انا خديت تلامط بالكرونه وفيهم شويه ديال الكحل والصم بالكري، وما عرفتش اللون اللي يجي معاهم في الريدويات، وعندي الزربيه رباطيه وراجلي قال لي نديرهم بالكحل، وحرت في اللون اللي يجيني، وبغيت سامي يفيدني وشكرا. ريدويات في الكحل زيد تغمق، غادي تغمق بزاف. هو الا كان في الكري، الا كان عندها الكريبين، الا كان عندها الكريبين في التلامط، يعني من الافضل انهم يكونوا بالكري، يعني من الافضل. الا ما كانش غادي يكون، الا ما كانش بين الكري غيكون ان بلون كاسي غادي يكون احسن. غير باش نفتحوا كنعرفوا الطابي ولو ريدو كلشي حمر في حمر شويه، باش نفتحوا بهم. وحتى ريدويات يعني سميره كاين دي كولور ستوندر بعض الاحيان، يعني الابيض البلون كاسي، هادو البنات اللي كيجوني مع اي لون درناه نقدروا نديروهم تيبقاو ستوندر، ما تكونش مشكل تيبقاو ستوندر. سؤال اخر تيقول السلام عليكم، صباح الخير لا سكينه فك، بغيت نسول المختص الديكور سامي دلن. عندي في الطبق الاول واحد البيت فيه واحد الحيط مشات له الصباغه بالبروده، حيط جيراننا عندهم تما الحمام، واش كاين شي حل وشكرا. الحل الاول بعدا هو ان خص داك لافويت خصها تصلح. كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم مشكل، مثلا بحال هاد لوكا ديال هاد السيد هذا ولا هاد السيده، اللي كيكون ان لافويت عند الجار ما كيبغيش يصلح. علاش؟ لسبب واحد،
الا جي هرس الجليج ويصوب لافويت يعني داك الكارلاج يقدر ما يلقاهش خصو يعاود الحمام كامل يزلجو كامل. كاين اقتراح هو ان عندنا حنا مشكل خارج عندنا حنا في الدار وحنا غادي نصبغوا غادي نصبغوا يعني ممكن اننا نقترحوا على الدار بان على الجار بان لافويت يجي صوبها من لافاس اللي عندنا يعني ممكن اننا نهرسوا ديك لابارتي حتى كيبان لنا مثلا الجعبه ديال الماء ولكن الا كانت لقيناها افيكتيفمون لافويت كاينه في ديك لابارتي اللي باينه من عندنا يعني كيكون هذا حل اللي هو سهل وتصوب لافويت. نرجعوا للسؤال ديال السيد وان ضروري خص لافويت تصوب حيت ولو يدير اي برودوي ولا اي حاجه في الحيط الا كاينه لافويت راه ديما غيبقى عنده مشكل في الحيط. كاين كاع بعض الناس اللي كيتاجو ان كيقول لك ندير الكارلاج. الكارلاج الا كانت لافويت وكانت فويت ديال المانيت جايه من الجعاب ديال الماء مع المده راه الزليج ما غيبقاش شاد وكيطيح. نعم هي المساله لما تصوب لافويت من عندهم ضروريه يعني ضروري ان لافويت خصها تصوب هي الاولى عاد نشوفوا باش نديروا لو تريتمون للحيط. وسمعنا ديك نهار المكالمات اللي قال لك حتى الزليج طرطق يعني راه ماشي كيكون حل. بزاف الناس كيوقع ندير البروده ندير الزليج في الحيط. لا راه ماشي ديما كيكون حل. كاين الناس اللي كيديروا الزليج وكيتهناو من المشكل ديال البروده هو اللي كتكون غير كتكون ليميديتي وكيكون الاصل ديالها هو دوك التسربات ديال الماء ديال الشتاء اللي كيكونوا كيهبطوا بواحد كنقولوا بواحد الكميه قليله اللي كيهبطوا مثلا من السطح او لا من لو كونتور ديال الدار كيكونوا بواحد الكميه قليله اللي ما كياثروش بزاف. حتى ملي كتكون عندنا ليميديتي كنلقاو غير صباغه مقشره كنقيسوا الحيط ما كنلقاوش بارد او لا فازك يكون يعني غير بواحد ممكن هذا حل يعني في هذه الحاله. مي ملي كتكون انفويت اللي هي كبيره وكيكون تسرب كثير ديال الماء يعني من الافضل ان خصي تصوب التسرب هو الاول عاد ممكن اننا نديروا لو تريتمون الحيط. نعم ناخذوا معنا من الرباط لاله سميره. مرحبا بك لاله. اهلا لاله سميره. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يخليك بغيت نسول سامي دانا. تفضلي يا لاله. مرحبا بك. عندي واحد بلاكار في بيت النعاس ديال الحوايج ولقيت فيه واحد شي بخوش صغير ورقيق وعطاك شنو ندير له باش ما يتقاطرش ليا. ولكن شنو هو السبب؟ بعد السؤال بالنسبه لهذا البلاكار مغلف كامل بالخشب ولا لا؟ لا هو نو هو عشريته من ديال للاسف انقطع الخط. يعني ما عرفتش واش داك البخوش ديال العود ولا شي حاجه اللي عاد تقاست لها في الدار ولا بالنسبه للخشب اللي قالت لنا اللي هو لو بوا ستراتيفي غالبا ما كتكونش فيه ديك السوسه اللي كنقولوا. هذا جو كخوا في حال داك الشكل ديال اللي كنعرفوا البواسون دارجون كيكون ديال الماء كيكون مع الماء. بالنسبه لهذا البلاكار الا كان يعني ارموار حيت قالت لك عاد شراته يعني ماشي شي واحد ماشي ارموار اونكاستري هذا سا بلاكار اللي محطوط. ممكن ان غير تدخل يعني كنصحها ان غير تخوي البلاكار وتنظف مزيان يتمسح حيت سورتو هاد لو بوا هذا ستراتيفي يعني صغار اننا نلقاو فيه شي حاجه بحال هكا حيت سي دو بوا ارتيفيسيال يعني واحد غير ينظفو ويمسحو ويعقم من لا 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 يعني يتنظف مزيان ومن بعد صافي ترجع الحوايج ما يكونش هذوك ممكن غير باقي جو معاه من اللي تشرى من المحل. نعم ناخذوا معنا امينه من الرباط. مرحبا بك لاله. الله يبارك فيك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. على هذه البرامج الله يكثر خيركم. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. الله يخليك. بغيت نسول على الاستاذ انا ان شاء الله عاد كنصوب في البلان ديال واحد لابيت فيلا صغيره فيها ديال 200 متر وبغيت نستشرو الله يكثر خيره. دابا انا كان السي الناس اللي كيصاوبوا معايا البلان ما عرفتش فين ندير الدروج. شنو الافضل يعني الا كان شي راي عندك الله يكثر خيرك الافضل زعما البلاصه ديال الدروج واش يكونوا باينين او لا نخلي اتساع في الغيت شوفي ويكون زعما الصالونات باينين ويكونوا الدروج مخبيين يعني شنو الراي ديالك الله يكثر خيرك. دابا بالنسبه للبلاسمون فاش كنبغيو نحطوا الدروج كنشوفوا حتى بريميرمون كيكون السوبرفيسي وحتى بحال دابا عندنا 200 متر ممكن انها تكون كاريه ممكن انها تكون على شكل ريكتانكل كتكون ريكتانكولير ديك المساحه ممكن انها كتكون يعني ديفورمي من لافاساد او لا من الظهر ديالها يعني هادو كلهم عوامل اللي كيلعبوا باش كنشوف هما اللي كيخليونا فين غادي نعزلوا لومبلاسمون ديال 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 الدروج. في حالة ما كانت على شكل مثلا ريكتانكل هو من الأفضل أن الدروج يكونوا مع الدخلة يعني يكونوا قراب للدخلة مع كتدخل كيكون لاكسي على الضوات كتدخل لصالون
مثلا حيت 200 متر غالبا في الغيت شوسي غادي يكونوا عندك لي صالون ان صالون كغران صالون افيك ان كويزين سي سا وفات مين عاد تكون الكويزين ولكن انا الصراحه بغيت نديرها في لوطوس ولا كويزين من بعد نشوف شنو ندير يعني لو ريت شوسي بغيتي ديري فيه الصالونات اون شامبر داني وهذا فوالا ان تيت ريت ريسبسيون هذا داكور ولكن بالضبط فين نحط الدروج مره غيجيك واحد دو كوتي غيجيوك جوج بيوت صغار اللي حطيتي الدروج في ادوات في الوسط قول لي 200 متر ديال 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 تيران كامل لا تيران كامل اللي باتي هو شي 100 شي حاجه داكور دابا فهاد لوكا انا كنصحك بعدا الا بغيتي دير لا شومبر دامي دو بريفيرونس ديرها في لاكاف مع بيتي سيجور ولا كويزين تخليها عندك في الغيت شوسي داكور دو بريفيرونس حيت لا كويزين الا كانت في الغيت شوسي كتكون حسن صعيب إلا كانت في لاكاف إلا كانت في لاكاف كتكون شوية صعيبة تخيل معايا غير باغ اكزومبل في الليل واحد بغى ينوض سورتو اللي ما دايرش ما عندوش جا في لاشومبر كوشي أولا بغى غير ياخذ الماء ولا بغى ياخذ ان جو ولا خصو تهبط من البروميير ايطاج تهبط حتى لاكاف عاد تعاود ترجع دي فوا كدير بالناقص مازال إلا كانت في ان غيد شوسي كتكون حسن وكتكون حتى ملي كتكون اون ريسبسيون كتعرف داك لو فايفيان اونتخ لا كويزين كيكون كثير إلا كانت في الغيد شوسي حدا لي كتكون حسن انا كنفضل في هاد ليكا كنفضل ان لو ريت شوسي يكون كله صالون محلول وممكن اننا في الفراش كنقسموه على دو زيسباس ولا تخوا زيسباس على حساب الاركيتكتور اللي عندنا وكتكون لا كويزين ابار يعني في لو ريت شوسي كنفضل كما قلت لك الصالون محلول اون كويزين ولي تواليت ديال لي زانفيتي مع اون سال دو بالنسبة للإسكالي ممكن أنك تديرهم مع الباب يعني مع الدخول كيكونوا للإسكالي باش كتقدر تستغل تحت منهم كيقدروا يكون لتواليت ولا سالدو كيكونوا تقريبا تحت من الدروج ولا بارتي الدخلانية حيت أنا ما عارفش كما قلت لك لا فورم ديال لو تيران لا بارتي الدخلانية ممكن أنك تدير فيها إن كويزين ولو غيست كله كيبقى صالون وكيكون مثلا إذا كانوا عندنا جاو لا سال دو ولي تواليت أنفاس مع الصالون كيدار واحد الحيط اللي هو أنفاس باش ما كيبقاش يبانوا لي بورت ديالهم مورا الحيط كيكونوا كتكون لا سال دو يعني لافابو وفي لافاس القداميه ديال الحيط كتكون فيه لا تيلي وممكن نديروا اون شوميني اللي كتكون كتخدم بالليتانول ماشي شوميني اللي كتحتاج اون شوديير وتحتاج ليكان باش يطلعوا للفوق كتكون منها كتعطي ديكور ومنها كنغطيو دوك لي بورت اللي كيكونوا ديال لا سال دو بان وديال لي تواليت وحتى المنظر كيكون مزيان اعطيت للسيده يعني تقريبا باسكو حيت ما عارفش لو تيران لاركيتكتور ديالو كيفاش دايره نعم ونتمنوا ان هاد النصائح بطبيعه الحال تكون ساعدت على الناس تكون واحد الفكره بطبيعه الحال ولا باغا معلومات اكثر يمكن لا تصفنا بالصور على صفحه رسميه هكا باش يطلع عليهم بطبيعه الحال سامي ويعطيها وصف تقريبي لشنو ممكن انها دير غادي نشوف فصل اعلاني ونرجعوا معك سامي رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال موصين ومازال مستمعين معكم دائما وبرنامجكم سيداتي سادتي ودائما حضر معنا سامي دنان مختص في الديكور الاجابه على كل اسئلتكم سامي غادي نواصلوا في استقبال الرسائل ومكالمات المستمعين كاين واحد السؤال كيقول صباحكم بروكس وكاين عافاك بغيت نسول المختص في الديكور عندي بيت الكلاس شريت ستابي في الغرينوار اش من لون ندير في التلامط وشنو هذا والخشب شمن اللون اللي نستعملو وشكرا لكم طابي غرينوار يعني خصها تبقى في لي طون ديال الغري لا باز تكون ان غري كلير ويكونوا داخلين معها لوينات اخرين غير لو بلوز امبورطون هو لا باز ديال التلامط تكون في الغري هي كولور غري ربما سامي يعني كتبقى هي من لي ستاندار تقدروا نديروا مع اي لون ولا لا لا ماشي اي لون المشكل اللي دارت السيده وما كنبغوش الناس يوقعوا خلاص الطابي الاولى ما عمرنا ناخذوا الطابي او لا اللي يغيدوا هما الاولين نشوفوا الطلامط هما الاولين عاد ديك الساعه نشوفوا اللي غيتوالم معاهم حيت باش غادي نلقاو طلامط في الكري اللي غيتمشاو لنا مع الطابي وغادي يكونوا على اللوغو ديالنا وغادي يعجبونا صعيبه شويه بالنسبه للطابي ما عمر كيكون مشكل يعني ملي كان
كناخذوا الطلام ديالنا كيكون عندنا ان لارج شوا بغينا لا تري اوت غام بغينا لا اوت غام بغينا مويان غام بغينا شي حاجه بازيك يعني في لي كولور كنلقاو لو شوا ديالنا في اي كاليتي بغينا مي في الحاله اللي كنسبقوا الطابي كاين دي فوا ما غنلقاو شي حاجه في لي كولور اللي بغينا غير في شي حاجه اللي غتقدر تكون اور بيدجي اللي يعني ما نقدروش بالنسبه للامكانيات ديالنا ممكن ان ما غاديش نقدروا نقضيوها يعني هادشي علاش كنصح ديما منين بغيو باغ اكزومبل نفرشوا ان صالون ناخذوا طلامطهم الاولين وديك الساعة عاد من بعد كيجيو لي ريدو والطابي ما عمرك نلقاو فيهم مشكل لي ريدو حتى هما ممكن نلقاو في شي حاجه اللي هي رخيصه ممكن نلقاو في لاوت كام ممكن نلقاو في شي حاجه اللي غالي يعني على حسب البيجي ديالنا حنا على حسب الامكانيات نرجعوا للسؤال ديال السيده كيف ما قلت لك يعني بالنسبه للطلامط من الافضل ان لاباز ديالهم تكون كري ممكن انها تكون بلون كاسي مي خص يكون داخل انغري هو الا كان انغري وكان كليغ وداخلين معها لوينات اللي غادي يبينوه كان افضل نعم وكاين سؤال اخر كيقول انا عندي هاد لاطابل في الدخلات ديال الدار اون فاس من الكويزين بغيت نعرف شنو نزيد كوم ديكوراسيون في المور حيت جاني خاصها مازال شي حاجه ميم درت لو تابي اي جي اوسي شنو اي جات اوسي قريبه للصالون للصالون ميرسي هادي ريسيغ ما عرفتش فوالا طبيله زويونه وصغيره حلوه دابا المشكل اللي كاين هنا هو ان بعدا ليسباس ديجا صغير يعني جات جوست ما بيناش ما كتبانش لا فالور ديالها وي اللي ممكن انها تزيد ممكن انها تزيد ان تابلو مي خصو يكون ان تابلو اللي داخلين فيه دوك اللوينات اللي في لاطابل باش نقربوا المستمعين لاطابل هي راها بيضاء وفيها دي موتيف ب سي با واش روج ولا غوز هذاك مع النوار غوز وي جو بونس كو دو روز او موف وي الا كان ان تابلو داخلين فيه دوك اللوينات غادي يعطي واحد لارموني اللي غادي تكون غزاله وسامي شنو بالنسبه لك يعني واش نقدروا نديروا ان بانو مثلا 3 دي ولا دي ستيكر اللي كيكونوا في هاد الزواق مثلا ولا ليسباس صغير ما عندناش ليسباس تما ابطال كنا غنديروا ان بوستر اللي كتعطي ليفي كوم كوا باقي ليسباس القدام يعني كتعطي بحال 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 ان ايفي 3 دي ملي كنشوفوا داك باغ اكزومبل بالنسبه للطابل هنا في داك لو بانو اللي اون فاس معنا ممكن ان يكون واحد البوستر اللي يقدر يكون فيه واحد لو شون يعني واحد اون فيرم اللي فيها لي فلور ويكونوا داخلين فيها هذوك اللوينات هذوك وعاطيين كوم كوا يعني باقي ليسباس القدام باش سا دون دي ليسباس يعني يكون بوستر ان بوستر اللي يكون شادنا الحيط كامل نعم يعني كيزيد يكبر المساحه كيزيد يكبر المساحه نمشيو هذه المره الجديده ناخذوا معنا لفاطمه مرحبا بك لاله اهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله لاله الله يطول عمرك بارك الله فيك كنشكركم بزاف مرحبا بك الله يجزيكم بخير بارك الله فيك انا بغيت نسول الاخ سامي عندي مشكل في الخشب ديال الصالون دابا الميليتي يلا درنا زعما باقي جديد يلا عامين وكيعطي الريحه ديال الغنونه كنخملو كنرجع هكا شهر كاع كتبان فيه دابا مع بدات الشتا بدات الريحه واخا السؤال عندك ليميديتي في الحيوط لا ديجا صلحنا زعما قلنا المشكل من الدار صلحنا هاد العام ما بان والو في الدار من الخشب واقيلا بحال فيه المشكل من العام الفايت دابا واش ممكن زعما واش كانت شي فكره باش هو نجد زعما دابا المشكل اللي ممكن انه يكون هو ان الدار كتكون ما كتهواش ممكن ان الدار لا الصالون مهوي فيه ثلاثه سراجم كبير لا غير كتهويهم مره مره وي واخا ممكن الحاجه الثانيه ممكن ان الخشب اللي مصوبين به الطبالي ممكن انه هو في الاصل ديالو فازك يعني السيد اللي خدم به خدم لكم يعني بواحد الخشب اللي ممكن انه يكون فازك النصيحه هو تبدا مره يعني ملي تخملوا الصالون يبدا يتحط في الشمس حيت كنعرفوا الخشب اللي كيكون فازك يعني كيخصو ينشف ملي غادي نحطوا الطبالي وغادي نحطوا عليهم لي بونكيت وغادي يتلمطوا وغادي تشد ما عندوش منين يدوز ليه لير وما عندوش منين يضربوا الشمس يعني وكيبقى يعني خصو مده طويله انه ينشف هو من الافضل ان مره يتحط في الشمس يعني باش ينشف وتحيد هذيك الريحه ممكن انها تحيد الا كان السبب هو ان الخشب فازك نعم وي
سامي ما سخيناش بك الوقت دائما كيمر معك بسرعه كبيره. شكرا جزيلا لك وكنعتذر من المستمعين ما قدرناش نجاوبهم، ولكن ان شاء الله الفرصه في الاسبوع المقبل باذن الله يوم الخميس غادي نستقبلوا مكالمات واسئلتهم بكل فرح. شكرا جزيلا لك سامي. شكرا لك ولجميع المستمعين الاوفياء. الله يخليك ونهايه اسبوع موفقه. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج، سميحه الشوبي استقبل مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.